الأمهات المرضعات، الأم المرضعة تريد أن ترضع طفلها وتحافظ على رضاعة طبيعية، في المقابل يكون لديها تخوف أنه ممكن أثناء الصيام يقل الحليب وبالتالي يتأثر الطفل، ما توجيهك في هذا؟ طبعا احنا بنشجع بصوره كامله الرضاعه الطبيعيه المطلقه، ودي الافضل للاطفال. قد يقابلنا بعض المشاكل عاده ما بتكونش خاصه بالطفل، الطفل بياخد حقه كامل من الام حتى ولو على حسابها. دايما المشكله بيبقى يهمنا كمان صحه الام، يمكن مع بالذات في صيام الصيف ساعات النهار بتكون طويله شويه، دايما بتقابلنا يمكن الام بتكون حاسه بالاجهاد او الارهاق، في يمكن في ساعات ما بين العصر والمغرب، دي الشكاوى اللي بتجيلنا كتير. دايما بننصح لو هي بترضع رضاعه طبيعيه كامله من غير اي اضافه صناعيه ان شاء الله بترضع وبتكمل، يفضل ان هي طبعا يعني توفر مجهودها في الساعات الاخيره، يعني تكون خلصها شغل البيت والإفطار بدري شوية، بحيث أنها هتكون في الفترة الأخيرة مجهدة. الاقتراح التاني اللي نقترحه عليهم وبعض الأمهات برضو عملته بنجاح هو عملية سحب أو شفط الحليب الطبيعي عن طريق مضخة يدوية موجودة، بتعملها أثناء الإفطار. نعم. وبيحفظ في الرضاعات العادية اللي بيرضع فيها الطفل داخل الثلاجة، ده ممكن يقعد صالح لمدة 24 ساعة بدون أي مشاكل. وقت ما بتيجي ترضع الطفل بتطلع الرضاعة دي وتدفيها عن طريق أنها تحطها داخل كوب في ماء حار وبترضعه، يبقى الطفل ما خدش حاجة غريبة عن اللي هو متعود عليها، أخد نفس الفائدة ووفرنا على الأم شوية مجهود. ده أحد الاقتراحات واللي حتى يعني أمهات بتعمله كتير. ولا يتغير دكتور مكون الحليب أبداً أو أبداً أبداً خالص، الحليب الأم يعني يحتفظ بصلاحيته أكثر بكتير من الحليب الصناعي. جميل. والمتفق عليه يعني أنه هو على الأقل 24 ساعة، إنما في بعض البلاد بيقولوا 48 ساعة، يمكن إحنا عشان حر هنا في البلاد العربية شوية أن إحنا بنتحفظ ونخليها 24 ساعة، إنما في بعض الأحيان ممكن يقعد في الجزء التجميد الفريزر بتاع التلاجة ممكن يقعد لحد سنة كاملة دون فقدان أي من خصائصه. جميل. وده وبنعمله مع أمهات كتير وبيكون ناجح جدا، وتكون هذه للاحتياط طبعا، هذه للاحتياط يعني في خروج في الصيام في مرض في تعب. الأم العاملة بتعمل الموضوع ده يعني في الأيام العادية غير رمضان، هي بتخرج للعمل 6 ساعات أو 7 ساعات أثناء الدوام ده، بدل الشخص اللي هيرعى الطفل في الفترة دي بدل ما يعطيله رضعة صناعية بيعطيله حليب الأم اللي هو متعود عليه وعلى طعمه اللي هو مفيد ليه، وفي نفس الوقت ما ضيعناش. هنقول الطريقة دي بتنجح مع الإصرار، يعني ما هياش 100% نجاح، في بعض الأمهات بتجد صعوبة في، بس خلينا نقول إن هي مع أحد الحلول الممكنة بتجيب نتيجة كويسة جدا ومن غير ما نخسر. طيب لو الأم بترضع رضع أو رضعتين صناعي من الأول، فطبعا هننصحها إن دول يكونوا في الفترة اللي هي مثلا هنقول النصف الثاني من نهار الصيام، وبالليل بقى تبقى رضاعة طبيعية مطلقة من غير أي إضافات صناعية، بحيث ان هي دي تبقى الاسهل. ويمكن الفتره الاولى برضو من الصيام اللي هي يمكن لحد صلاه الظهر او بعض الاحيان لحد صلاه العصر تقدر ترضع طبيعي بكفاءه تامه، هو الطفل مش هيحصل له شيء، يعني احنا بيبقى خايفين على الام برضو بنحافظ على صحتها اكتر يعني. فخذ النصيحه من طبيب حاذق.